أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية. في المسهل أحيا الشعب الجزائري على غرار الشعوب الإسلامية جمعة عيد الفطر المبارك بعد تمام فريضة الصيام بتضامن ودعوات باليمن والبركات. يوم اجتمعت فيه القلوب على التغافر والتسامح بكل مساجد الجمهورية. هذا وتلقى رئيس الجمهورية أمس مكالمة هاتفية من أخيه فخامة رئيس جمهورية تركيا الشقيقة السيد رجب طيب أردوغان. تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجين للشعبين الشقيقين مزيدا من الرقي والاستقرار. الرئيسان تطرقا بالمناسبة ذاتها إلى جودة العلاقات الجزائرية التركية ومستواها العالي والمتميز، كما استعرض الرئيسان خلال المكالمات الأوضاع في قطاع غزة وحلل المستجدات، ليتفق الرئيسان على مواصلة دعم الجهود الثنائية المشتركة إلى حين حصول دولة فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وهو المسعى الذي شكر فيه الرئيس التركي أخاه الرئيس، مقدرا عاليا مواقف الجزائري ومبادئها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمجهودات المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي. أجواء فرحة العيد عمت إذن أرجاء الوطن وسط مظاهر التسامح والتضامن والتآخي بين أبناء الشعب الواحد. هدى العموري. أجواء فرحة العيد تعم أرجاء الوطن، حيث سادت الأجواء الأخوية والروحانية في أول أيام عيد الفطر المبارك بولاية طمنراست، أين تبادل المواطنون بقلوب صافية ووجوه مستبشرة تهاني العيد. بمناسبة عيد الفطر المبارك نهنئ الأمة الإسلامية عامة والشعب الجزائري خاصة، وكما لا ننسى شعب فلسطين الأبي، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. وللعيد في ولاية غردايا نكهة خاصة من عادات وتقاليد مميزة، من لبس الأبيض دلالة على الصفاء والتساوي. سر المحافظة هو يدخل في القيم، وليس من السهل أن تجمع كل الناس على لباس واحد، ولكن لما يكون ذلك قيمة اجتماعية محترمة، ولما يكون يعني قيمة متوارثة، تعطي نوع من الوحدة ونوع من التلاحم والتراكم، لا فرق بين غني وفقير. وعادات تصلي نزجر لا تختلف عن باقي ربوع الوطن في التشبث بلبس أبهى اللباس والتركيز على صلة الأرحام وزيارة الأقارب بعد الصلاة مباشرة، عادات دأب عليها المجتمع بولاية إليزي. التقاليد نتوعنا هنا بعد الصلاة مباشرة نزور الناس الكبار، الأهالي والأقارب وكل، والتصافح خاص الناس الكبار هذو ما دابينا نبدأ بهم هما الأولين، بعد نشوف الأقارب الأقارب. صور التآخي والتآزر نفسها بولاية قسنطينة التي احتفلت بعيد الفطر المبارك في أجواء مميزة. ربي تقبلنا منا صيامنا وقيامنا، وإن شاء الله تنصر إن شاء الله غزة، إن شاء الله يا ربي كما احنا دوك فرحنا بعيد، هما ثاني يجي عام ويفرحوا بالعيد. عيدكم مبارك وكل عام وانتم حيين بخير، وحنا في العيد رانا فرحانين بزاف بزاف. فعيد فطر سعيد لكل الجزائريين في كل ربوع الوطن. وعيدية شباب القارة الإفريقية في الجزائر مبادرة جمعت أطراف الأفارقة والفلسطينيين، وعكست التوجه الجزائري نحو العمق الإفريقي لتعزيز الروابط بين شباب القارة. الأجواء تنقلها ياسين حسيني. جزائر المبادرات والوحدة ولم الشمل الدولي تعود لترسيخ مبدئها هذا بلم شمل طلبة الأفارقة والفلسطينيين الأشقاء في الجزائر من خلال تجمع خاص بعيد الفطر المبارك، مناسبة تعد فرصة لتعزيز الهوية الإفريقية الموحدة وكذا التبادل الفكري والثقافي بين الطلبة. هذه الفكرة الراقية التي ستكون سنداً لاستمرار وتكون سندا لإعادة صياغة عقل الشباب، لذلك أشد على أيدينا نحن الشباب أن نكون جادين فيما نعمل. نثمن دور الخارجية الجزائرية التي ارتقت في المستوى صراحة وأصبحت فاعلا أساسيا على الساحة الدولية، فلنرفع رؤوسنا
بكم أيها الجزائرون، فعليكم نعول في قادم المراحل إن شاء الله. الجزائر دائما مع فلسطين ظالمة ومظلومة، في كل احتفاليات وفي كل ذكرى وفي كل اجتماعيات يحبوا يديروا ويكون موجودين الطلبة الفلسطينيين بشكل خاص. اليوم نحن طلاب، قد بإذن الله يخرج مننا قادة المستقبل والدكاترة والأطباء والسفراء، ولا يخفى عليكم يعني لا نقول نحن في بلد ليس نقول في غربة ولكن في بلدنا الثاني. خرجات سياحية سمحت بتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة والسلم العالمي من أجل ترقية أدوار التبادل والتعاون القاري. نجدها مبادرة جيدة للم الشمل، ونحن شاكرين لهم على هذه الدعوة المميزة. الدولة الجزائرية تولي لنا اهتماما كبيرا برعايتها، واتاحت لنا أيضا فرصة التعرف على الثقافة الجزائرية ومقوماتها المختلفة. نحن هنا كعائلة واحدة، وهذه المبادرة أشعرتنا أننا لسنا مغتربين ووحيدين. الحفل هذا هو حفل رمزي يعبر عن تلك القناعات الموجودة عند الدولة الجزائرية لتشبيك الجهود وتوطيد العلاقات مع مختلف الأشقاء الأفارقة. مبادرة تعكس الرغبة في بناء مستقبل مشترك يقوم على الاحترام والتعايش السلمي بين شباب الدول الإفريقية والعربية. والتضامن مع الشعب الفلسطيني مبدأ لا يتغير، وقصد تبادلي التهاني مع الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرافقيهم الذين يتم التكفل بهم تجسيدا لمبادرة رئيس الجمهورية قامت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة كوثر كريكو رفقة سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة أمس. وبمناسبة عيد الفطر المبارك قامت بزيارة إلى مستشفى الأم والطفل للجيش بابن منصوص، تكفل سخرت له الجزائر كل الوسائل البشرية والمادية من أجل التكفل الأمثل بالأطفال الفلسطينيين ومرافقيهم، يعكس التزام الجزائري بالتضامن المشروط مع الشعب الفلسطيني. احنا صحيح بنحتفل في العيد، بس بالنسبه لاهلينا بغزه احنا قلبنا عندهم الصراحه. كل عام وانت بخير لبابا، انا بوصل له اله رساله وانا بحبك كثير. عيوني يا بابا مشتاقه لك كثير. ان شاء الله عيد سعيد على كل اهل الجزائر وعلى اهل غزه. امين. جينا على الجزائر جابوا لنا وعيد وهذا وين جابوا لنا هدايا وكيفنا وجابوا لنا مهرج. انا بشكر الجزائر على معاملتهم كطفلة، وأنا بشكر الدكاترة لأنهم بيهتموا فيها. نفسي أشوفهم يعني بخير وصحابي أشوفهم مش متصابين وكويسين. نفسي أرجع غزة سالم غالم. والعيد في غزة الصمود يختلف عن كل الأعوام، ألم العدوان الصهيوني يدمع العيون وأمل الانتصار يلوح في سماء فلسطين. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام بوسيت. بين أطلال الركام والخراب والدمار هكذا أدى الفلسطينيون صلاة العيد في تحد لواقعهم الذي فرضه العدوان الإسرائيلي المستمر للشهر السابع على التوالي، تاركا المآسي والأحزان في كل بيت فلسطيني. هذا الرسالة التحدي إحنا منا للاحتلال الإسرائيلي، إنه إحنا مهما دمرت المساجد مهما دمرت البيوت والمنازل إحنا هنصلي هنقيم شعائرنا هنقيم الأعياد هنقيم شعائر الدين الإسلامي رغم كل هذا الدمار. يعني العيد الصراحة المجال للفرحة طبعا يعني محدود جدا، لكن الشعب الفلسطيني كالعادة مصر على أن يكمل هذا الطريق، مصر على أن يفرح بعيده، مصر على أن يقيم شعائره حتى لو كانت على ركاب المساجد، حتى لو كانت في وسط الشوارع المدمرة. فلا مناطق أصبحت صالحة للعيش ولا رائحة تفوح سوى دماء الشهداء من تحت الأنقاض، فالمنازل أصبحت خرابا ودمارا وضاعت من تحتها الكثير من الذكريات، ويعيش آلاف النازحين في واقع الخيام ويقبضون على جمرات معاناتهم فاقدين أدنى الإمكانيات لأن تتسلل الفرحة إلى قلوبهم. ففي كل بيت شهيد وجريح ومفقود، ويصنعون الفرحة للأطفال دون أدنى إمكانيات، بل ويلاحقهم شبح الفقر والجوع. خالص يا ماشي أجواء العيد، لا في أطفال فرحوا ولا الكبار فرحوا، والمخيمات بسيل المية وحالتنا حالة والله اللي بيعلم فيها، ولا دار ولا أولاد ولا بيت ولا أيوه عاشة أخلاق. الواحد إنه إيش ياخد راحته فيها أو يفرح فيها طفل.
وهنا عائلات فوق الأرض ستعيش مع أبنائها الشهداء في مقبرة بمدينة رفح، ولا يخلج قلوبهم سوى الأحزان على من فارقوهم إلى الأبد. ولكن هناك آلاف الفلسطينيين دفنوا إما في مقابر جماعية ومنهم في الشوارع والطرقات أو بين ساحات المستشفيات، ولا يجدون حتى من يبكي عليهم لأن العائلة بأكملها قد استشهدت. عيش العيد، علاش نفرح؟ علاش ننبسط؟ كلام فاضي، احنا مجروحين، كل قطاع غزة جرح، دمرنا، راح أولادنا وراح حالنا وكله راح. احنا مش بكينا على الدور، بكينا على اللي راحوا. أولادك تقعد تربي في ابنك سنين عمر بكبر قدامك يوم 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 لما يصير زلمة في لحظة يروح منك. فمن النكبة عام 48 إلى نكسة عام 67 وصولاً إلى مذبحة غزة عام 2024، تبقى آمال الفلسطينيين أن يكون العيد المقبل دون احتلال أو قتل أو تدمير ودون تهجير. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. وفي تطورات الوضع بقطاع غزة دائماً، وتواصل القصف والعنيف والمجازر المروعة بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران الاحتلال غارات عنيفة هذه الليلة الماضية على مناطق في شرقي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، مخلفا دمارا وخسائر في الأرواح. وهذا بعد يوم دام راح ضحيته 122 شهيدا و56 جريحا بحسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة. هذا واحتدمت الشبكة فجر اليوم بمدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الصهيوني، الذي نفذ غارات عنيفة طالت منازل المدنيين ومساجد بالمنطقة. وفي الجزائر هناك من الأطفال من يقضي أيام العيد بعيدا عن ذويهم، غير أن جمعيات أبت إلا أن تشاركهم فرحة العيد. تضامن يعكس قيم التآزر لدى الجزائريين والعينة في النشرة من مستشفى نفيسة حمود بالعاصمة مع وهبة مسوج. شاءت الأقدار أن تقضي هذه البراءة أولى أيام عيد الفطر بمستشفى نفيسة حمود بالعاصمة، ورغم المرض لا شيء يمنع فرحة العيد عند هؤلاء الأطفال. عملوا العيد هنا وش نعيد هنا؟ مريض عنده سرطان الدم. احنا من الجلال بلدية راس معاد. احنا من سيدي عيسى ولاية تمسيله بالضبط. وانا معيدينا كما راكي تشوفي انايا والمراه دراري قاعدين، جبت انا معيدينا مع يوسف. إن شاء الله ربي يجيب له شفاء للمؤمنين قاعدين. هاني نجوز العيد هنا الحمد لله، فرحوا دراري فرحونا احنا الحمد لله. نقول عائلتي عائلتي عيد كاع صحة عيدكم، ولادي راجلي يما ربي إن شاء الله يخليها لي وربي يطولها في عمرها إن شاء الله. إن شاء الله ربي يشافينا. جمعيات ومتطوعون يقاسمون الأطفال المرضى فرحة العيد. هاني جاية بزور أصدقائي ربي يشافيهم. جيت المستشفى باش نشوف اصدقائي اللي لهنا وربي يشافيهم ان شاء الله وصحه عيدهم ان شاء الله. العام الجاي يكونوا بخير. جينا مع مؤسسه فنون وثقافه بولايه الجزائر باش نزورهم ونتقاسموا معهم فرحه العيد. جبنا لهم الهدايا والالعاب باش يفرحوا معنا. خدامين وجينا نعيدوا مع الاطفال تاعنا ما خلوهمش وحدهم، وهاني جبت معايا بنتي باش تعيد تاني عليهم وتونسهم. ويبقى التضامن مع الأطفال المرضى من شيم المجتمع الجزائري. وبمسجد باريس أقيمت صلاة العيد في أجواء أخوية، تم خلالها الإشادة بجهود أئمة الجزائر المنتدبين لإمامة أبناء الجالية الوطنية بالمهجر في صلاة التراويح. التغطية لعفاف بالهوشات والتقرير لزميل خليل تواتي. بأعداد كبيرة توافد أفراد الجالية الجزائرية والمسلمة بفرنسا إلى مسجد باريس لأداء صلاة العيد في أجواء إيمانية وروحية. يمكننا ملاحظة التأثير الإيجابي الكبير لمسجد باريس هنا بفرنسا. أود أن أشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي مكننا من استقبال مئات الأئمة وتوزيعهم على بقية المساجد بفرنسا لأداء صلاة التراويح، وهو ما سمح بأدائها في ظروف جيدة.
لا بريير دو التراويح. إمكانيات كبيرة سخرها مسجد باريس لضمان أداء الصلوات في ظروف جيدة وبحضور عدة سفراء دول إسلامية وفي مقدمتهم سفير الجزائر بفرنسا. حقيقة توافد المصلين هذا الصباح حيث اضطرنا لتنظيم عدة صلاة، احنا الآن في الصلاة الثانية، الأولى كان عددها يتجاوز 16 ألف مصلي وقمنا بالترتيبات اللازمة لاستقبال المصلين. كل عام وأنتم ونحن بخير، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم جميعا وعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. صحيتكم كلها بتبقى بخير. السلام عليكم، إن شاء الله عيدكم مبروك، الأمة الإسلامية جمعاء في كل أنحاء العالم والموجودين في الغربة. عيد سعيد لجميع أمة محمد وعاد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. أتمنى الخير للجزائر، مزيدا من التقدم والازدهار خاصة الشباب. عيد مبارك، مبروك عليكم وعلى كل شعب جزائري، بالصحة يدخلكم ولهنا إن شاء الله. كامل الجالية الجزائرية في كاع أنحاء العالم نتمنى لكم عيد مبارك إن شاء الله، وخوتنا اللي راهم في البلاد. بعد أداء صلاة العيد استقبل مسجد باريس العديد من الشخصيات السياسية والدينية المسيحية الفرنسية التي قدمت تهاني العيد لمسلمي فرنسا عبر مسجد باريس. والمسلمون في بقاع العالم احتفلوا بعيد الفطر المبارك وتوحدت ألسنة الدعاء بنصرة فلسطين وغزة الصمود. إيمان بالمولود. في أجواء إيمانية وروحانية يستقبل العالم الإسلامي اليوم عيد الفطر المبارك، عيد يعود ليحمل معه البهجة والفرحة بعد إتمام عبادة الصيام لثلاثين يوما كاملة. أجواء من السلام والتسامح عمت مختلف دول العالم بعد تأدية صلاة العيد، حيث تبادل المصلون بقلوب صافية ووجوه مستبشرة تهاني هذا اليوم المبارك الأغر. يحل العيد هذا العام وسط حرب مدمرة يشنها الكيان الصهيوني على إخواننا بفلسطين الحبيبة منذ أكثر من ستة أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمارا هائلا في كل مرافق الحياة. فالعيد على أرض صلاح الدين له نكهة الصمود والبقاء، حيث أدى أكثر من 60 ألف مصلين اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب المسجد الأقصى رغم كل التضييق الممارس على جموع المصلين من قبل الكيان الصهيوني المحتل. طول في الأحداث في غزة في فلسطين وفي العالم الإسلامي والعربي ما عندنا العيد، الحمد لله رب العالمين، تواجد الناس شيء بيفرح القلوب، بيسعد القلوب، تلاقي المسجد الأقصى عامر بالشكل هذا، هذا اللي بيسعدنا في الوضع اللي احنا فيه. صلاة العيد هذا العام تضرع فيها المسلمون إلى المولى عز وجل بأن يعم السلام والأمان بأرض المقدس بقلوب تغمرها الحسرة والألم لما آل إليه الوضع بفلسطين. ومن هذه الرحاب الطاهرة نتوجه إلى الله بالفرج القريب والنصر المؤزر لإخواننا في فلسطين. هذه برقية نبعثها اليوم من هذا المكان المبارك إلى أهلنا في غزة وإلى أهلنا في فلسطين. ورغم ما يكابده الفلسطينيون من مأساة إنسانية تدملها القلوب، يحاول من سنحت له الفرصة بإبداء الفرحة وشراء بعض الحلويات، فلا لباس جديد ولا مأوى لهؤلاء الأبرياء من الأطفال، فهم يقضون هذه المناسبة في مراكز نزوح أو تحت ما تبقى من ركام المنازل. فبأي حال عدت على غزة يا عيد، جعله الله خاتمة الأحزان وبداية لنصر قريب. اللهم أمين يا رب. عيدكم مبارك مجددا. نشرتنا تمت والسلام عليكم.